بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنعمل يا جماعة كلين اب لملف الممبرز كامل قبل ما ندخل ان شاء الله في الملفات اللي بعده، يعني كمراجعة كده لو في اي حاجة محتاجة تصليح، لو في اي حاجة محتاجة اضافة. وطبعا انا لاحظت في الملف ان في شوية حاجات عشان ما عدلهاش لوحدي وحد يكتشف ان في اي خطأ او في اختلاف في الملف بتاعه، لازم تكون عارف كل حاجة بتحصل ايه. كل حاجة في الدنيا في الكورس بتكون قدامكم، مفيش حاجة ينفع اعملها والشخص يكتشفها صدفة بعديها وطبعا تكون مشكلة بالنسبة له. طيب، اول حاجة يا جماعة في الانسيرت هتلاقوا هنا الفانكشن خاصة بالتشيك ايتم، بيقول له لو لقى يوزر في الداتابيس، هنا بيقول له سوري ذيس يوزر از اكزيست. فين الكلام ده؟ تعالوا نشوفه. هنا لو عندي يوزر اسمه احمد، اي بيانات هنا مش هتفرق، هتلاقوا ان في رساله هنا اسمها سوري ذيس يوزر اكزيست، اليوزر ده موجود قبل كده. فبالتالي هروح قايل له ديف كلاس بيساوي alert danger، وهنا سلاش ديف، والديف بتاعي زي ما انتم شايفين. وهنا هروح قايل له ذا مسج بتساوي الرسالة بتاعتي دي، function redirect home هتطلب مني ايه؟ هتطلب مني زي message، وعايز تحوله فين؟ حوله على الهوم ولا على الصفحة اللي قبلها؟ على الصفحة اللي قبلها. ليه؟ لانه اصلا يا جماعة الشخص اللي داس على الاد عشان يضيف يوزر جديد وراح على الانسيرت جاي لي اصلا من صفحة الاد نفسها، بالتالي ما عندوش مشكلة ان هو يرجع للباك لنفس الصفحة اللي كان فيها. تعال نشوف ريلود، قال لي sorry this user exists you will be redirected to previous page، رجعني للصفحة اللي قبلها، وبكده الفانكشن الحمد لله شغالة تمام ومفيهاش اي مشكلة. طيب الفانكشن اللي بعدها اللي هي اللي check item هنستخدمها في حتة تاني هنا تحت، هنشوف مع بعض حالا. في الايديت ممكن نستخدمها، لكن انا ما برجحش نستخدمها في الايديت، وبرجح بس في الديليت. ليه؟ لان الايديت اصلا انا بعمل فيتش للبيانات، يعني السيلكت بتاعي ده بيطلع لي فيتش للبيانات مش مجرد الكاونت اللي انا محتاجه. فكنا في درس الايديت عملنا سيلكت على النجمة كل العناصر الموجودة في اليوزرز، واليوزر اي دي بيساوي اليوزر اي دي اللي انا جاي منه في الريكوست فوق، وبناء عليه عملت اكسكيوت للاري، وهنا قلت له رو فيتش عشان اطبع الرو هنا في كل مكان زي ما انتم شايفين كده. وبعد كده جبت له الكاونت بتساوي الستيتمنت رو كاونت، وجيت قلت له لو الرو كاونت اكبر من صفر اعمل كذا كذا. طبعا اقدر اقول له هنا لو الكاونت، لاني حطيتها اصلا في متغير، خلاص مش محتاج اقول له ستيتمنت رو كاونت. دي بالنسبه للاديت. نيجي عند الانسيرت او الابديت، الاديت والابديت كلهم هيكونوا واحد. تعالوا نشوف مع بعض الابديت هل هو محتاج حاجة ولا لا. هنا المسج بتاعتي عادي بيعمل ابديت وبيقول لي ان الستيتمنت رو كاونت 0 مثلا او 1 ريكورد ابديتد، مفيش اي حاجة هنا، مش هنحتاج التشيك ايتم هنا. اللي التشيك ايتم هنحتاجها هنا بقى في الديليت. الديليت بيقول لي سيلكت نجمة فروم يوزر وير يوزر اي دي بيساوي 1، الليمت ما عنديش مشكلة فيه لان هو اصلا مش هيلاقي غير واحد. مش ده ينطبق عليه اللي تشيك ايتم بتاعتنا دي؟ مش ده ينطبق عليه الكلام ده اللي هو ده اهو؟ نفس الكلام موجود هنا، تشيك ايتم سيلكت نجمه، انا قلت له سيلكت نجمه فروم يوزرز. انا اقدر اختار يوزر نيم على فكره، مش لازم، او اقدر اختار يوزر اي دي، مش لازم على فكره خالص اني اختار نجمه كل الحقول بتاعتي او كل، انا عايز بس حاجه واحده اختار منها اللي هي اليوزر اي دي. طب تعالوا نجرب كده، لو قلت له سيلكت يوزر اي دي تشيك ايتم سيلكت يوزر اي دي فروم ايه؟ فروم يوزرز، جدول اليوزرز، وير يوزر اي دي بيساوي كام؟ يوزر اي دي بيساوي ايه؟ بيساوي المتغير ده اللي هو جاي من الريكوست بتاعي فوق ده الفاليو. بعد كده اللي تشيك ايتم ده هيرجع لي قيمه معينه، صح؟ تعالوا نشوفها كده، تشيك بيساوي تشيك ايتم، ده المتغير بتاعي اللي هو هيشيك في الداتابيس ويطلع لي قيمه معينه، واروح اقول له ايكو تشيك. تعالوا نشوف التشيك ده هيطلع ايه،
وتعالوا نلغي كل الاستعلامات دي عشان اي صفحة حذف اروح عليها ما تحذفش حاجة. انا عايزه ما يحذفش اي حاجة خالص اهو. وهنا لو الرو كاونت بيساوي كذا احذف كل الكلام ده كله، هعمله في كومنت وهرجع ارجعه تاني بعد ما اعمل الفحص والتشيك بتاعي كاملا. كده مبقاش عندي غير المتغير ده يوزر اي دي، اللي هو بيجيب لي اليوزر اي دي، بيجيب لي الانتجر فاليو بتاعته من الريكوست لما ادخل عليه. وهنا عندي بس فانكشن للتشيك اللي انا عملتها، اللي بتعمل تشيك على الايتم، سيلكت يوزر اي دي فروم يوزرز وير يوزر اي دي بيساوي الفاليو بتاعتي دي اللي هي دي، اللي هو الرقم اللي انا جاي منه. وبعد كده بيقول لي ايكو تشيك. لو التشيك ده رجع لي رقم واحد معناه ان في يوزر فعلا في الداتابيس اس الاي دي بتاعه كده، لو مفيش هيتبع لي صفر. تعالوا نشوف، هادي ممبرز وادي ديليت لماجد واقول له اوكي. هنا طبع لي رقم واحد ليه؟ لان في يوزر اسمه ماجد فعلا. طب لو قلت له 110 بصوا صفر، مفيش يوزر اسمه كده. طبعا اتكلمنا عن فانكشن التشيك ايتم دي وشرحناها بالتفصيل الممل، مش محتاجين طبعا نرجع لها تاني ونشرحها عشان ما نضيعش وقت الناس. هرجع بقى ارجع كل حاجه زي ما كانت اهي، وهنا ابدا اقول له بقى ابدا اعتمد عليه على التشيك دي. كل الاستعلامات اللي انت شايفينها دي مش محتاجها، بس مجرد الكومنت ده هقول له سيلكت اول داتا ديبند اون ذس اي دي. ماشي اوكي مفيش مشكله، مفيش اكسكيوت، مفيش رو كاونت، مفيش كل الكلام ده كله، مفيش ايكو للتشيك حتى، مش محتاج. هنا بس هقول له لو التشيك اكبر من صفر معناه ان في يوزر في الداتابيس اسمه كده فعلا، طبق لي بقى الكلام ده كله. لو مفيش طلع الرساله واعمل له ريدايركت. شايفين؟ شايفين الاستعلام الطويل اللي كان مكتوب؟ اختصرناه في الفانكشن الديناميك بتاعتنا. شفتوا الفانكشن دي هتنفعنا قد ايه؟ شفتوا قد ايه هتكون مفيده لينا؟ عشان تعرفوا بس ان دايما الحاجه الديناميك هتنفعك في كل مشروعك، عملناها هنا وعملناها فوق وممكن نعملها في الايديت وممكن نعملها في كل مكان. طيب لحد هنا جميل جدا. لو التشيك اكبر من صفر نفذ الاستعلام بتاعك ده كله، لو مش اكبر من صفر يبقى مفيش يوزر بالاس يعني الاي دي اللي انت بتدوني ده مش موجود، فيروح مرجعني على صفحه الهوم. تعالوا بقى نشوف ممبرز، ادخل على ماجد اقول له ديليت واقول له اوكي. قال لي one record deleted you will be redirected to home page، حولني على الهوم بيج واليوزر اتحذف عادي. طب تعالوا بقى نحط له يوزر مش موجود زي رقم 600، هيقول لي this id is not exist، وبعد كده يروح محولني على صفحه الهوم. يعني الفانكشن بتاعتنا الحمد لله شغاله من غير اي مشكله. ما تنسوش يا جماعه تكتبوا الفانكشن دي في ملف الدوكيومنت بتاعك، تكتب check item وتكتب السنتاكس بتاعها بتطلب ايه وايه وايه عشان تكون عارفها وتعرف ازاي تستخدمها في كل التطبيق بتاعك. كده صفحه الممبرز ان شاء الله ما فيهاش اي مشكله، ولو في رتوش او حاجه زياده ان شاء الله خلال المشروع هنعدل عليها، وباذن الله هنبدا بقى نشرح حاجات جديده وصفحه جديده ومميزات جديده باذن الله في المشروع بتاعنا. وان شاء الله معظم الحاجات اللي شرحناها في الممبرز دي اصلا هتتكرر في المشروع كتير، فركزوا فيها يا جماعه وافهموها 100% عشان لما نيجي ناخد كود كابي من اي صفحه من صفحاتنا اللي اصلا احنا كتبناها ما يكونش في اي حاجه صعبه عليكم. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، ويا رب الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، وشكرا.